FM. الكل مليك. باش نحكيو مسرح في تونس ظهر لي وبعد نمشيو لباريس تنعرفوا التفاصيل معك تفضل. المسرحيه ليلى الشابي اللي هي وان ويمن شو او وان ويمن شوها باش تكون جاهزه للعرض في موفى جام في 2016. اكدت الممثله ليلى الشابي انه مواضيع المسرحيه هذه باش تتناول السياسه والحب بطريقه كوميديه وباش تسجل فيها شخصيه امير المؤمنين اللي عاشتها في الواقع بين الثوره. باش تكون حاضره في المسرحيه وعنوانها كما ذكر ايضا عندها عنوان اخر اللي هي ترشيقه وهي من تاليف ليلى الشابي وتمثيلها واخراج ثنائي بين محمد علي المداني اللي اهتم بالسينوغرافيا وانتاج شركه رؤى للانتاج. دونك خلينا نفسروا التفاصيل للسادة المستمعين. دونك فما عمل جديد للممثلة ليلى شابي مسرحية بطولتها هي وان ويمن شو والعنوان الأصلي متاع اللوفر هذه تياترال هو وان ويمن شوها. جسد قلت لي شخصية أمير المؤمنين أي باش تكون هذه الشخصية اللي ظهرت بعد الثورة باش الناس كل تحكي على الخليفة والخلافة السادسة. هذه هي المسرحية متاع ليلى الشابي باش تكون كما ذكرنا حاضرة في آخر جان في 2016 إن شاء الله. إن شاء الله آخر جان في 2016 وقلت لي عندها تيتر آخر اللي هو ترشيقة. ترشيقة معناها فما زوز أسامي هكا أي باهي برشا. ايش عندها اخر دونك ليلى الشابي؟ سمعنا اللي باش تكون حاضره في افتتاح مهرجان دوز. مهرجان دوز بعرض فرجوي ثوره الصحراء اللي هي باش تكون ملحمه تجسد فيها معناتها عمل جديد اللي يصور تاريخ دوز ومدينه دوز ككل. العمل هذا باش يكون حاضر في 24 ديسمبر 2015 في افتتاح الدوره 48 لمهرجان دوز للصحراء. مهرجان دولي ويتواصل حتى ال 31 ديسمبر ان شاء الله نحكيو عليه. دونك عرض باش يكون في الافتتاح كما قلنا هكا اي في الافتتاح نتاع المهرجان واسم العمل هو ثوره الصحراء. الصحراء باهي برشا. دونك ان شاء الله فان داني وديبو 2016 للمسرح التونسي ككل يعرف اكثر النشاط. دونك تحيه لمدام ليلى الشابي. كاب اف ام الكل مليك.